معكم درس جديد كيف ما العاده. كنتمنى الدرس اللي سابق تكونوا شديتوه مزيان. كيف ما قلت لكم راه هو الاساس ديال الفصاله. هذا راه التكمله ديال داك الدرس، غير ما باش نزيد لكم هذاك مع هذا. شط لي هاد الثوب هذا غندير لك لي انا فيه القب. صافي البنات، بالنسبه للقب راه كيكون مسدود، ما خرجلكش مسدود، ديري ليه محلول، ديري ليها محلول، ماشي مشكل. غادي نثني الثوب ديالي بحال هكذا، وكنسول الكليانه نخليه كاع ماشي مشكل. كنسول الكليانه كنقولها باش باغا تخيطي، باش باغا تخيطي هاد الجلابه برانده، صافي برانده هكذاك، باش نعرف انا كيفاش غندير ليها. ولا نتوما خدموا القب عادي وخرجوا من باب واسع. اول حاجه غادي نقاد الخط ديالي، ياك خص هاد الخط هذا يكون مقاد، حيت غنوريكم الفرق ما بين القب ديال الرنده والقب ديال السفيفه. صافي غادي ندير ليها هنا 30 في البلاصه المسدوده، البلاصه المسدوده عبرت فيها 30. كيبان مزيان، حاولي تصغري واحد شويه. شنو اللي كيبان؟ كلشي كيبان مزيان. يلا سير، كنعبر 30 صافي. غادي نعبر هنا 31 31، قلو عليا كبير مزيان 31. وغادي نعبر هنايا 10 ياك، وغادي نعبر 14. هاد 14 اشنا هي؟ هاد 14 ماشي ديما كنديرها، هاد 14 كنديرها الا كنت باغا ندير السفيفه. ما كنتش باغا ندير السفيفه كنحيدها. نتوما ديروا واحد الحاجه ديما ديروها، علاش؟ حيت ما تقدريش تفصلي القب بلا هاد 14 هادي، وكتمشي مثلا كليانه وكتبغي مثلا بحال دابا صديقتي زينب كانت بديرو رنده، مشات حتى لعند الخياطه دابزات مع مراد الرنده ولا تبات قلبها سفيفه، ما يمكنش غادي تردو سفيفه. علاش؟ حيت ما عندهاش باش تفيني، ما عندكش باش تفيني القدام. صافي داكشي علاش انا غنخلي لها 14، وحتى نتوما بداو خلو 14. باتخيطو بالرنده، تفهم مع مولات الرنده، تبر راسها هي وياها، راه مولات الرنده تبارك الله راه الخياطات راه كيعرفوا كيحيدوا هاد 14 كيقطعوها. صافي البنات يلا غادي نحاول ندير بحال هكا القب باش يبان لكم مزيان. القب مسدود، عبرنا هنا 30، عبرنا هنا 31 في 10 في 14 مزيان. غادي نعاود نعبر الفوق عاوتاني 31، وغادي ندير هنا عاوتاني 10، وغنطول هاد الخط هذا مزيان. غادي نعبر غنحط 26، 26 غنحطها هنا، وغادي نحط العدد واحد هنايا وغندير نقطة. هاد 26 البنات اشنا هي؟ وغنسطرها. هاد 26 ولا 25 ولا 27، هي نصف دورة عنق الأمام ونصف دورة عنق الخلف. كيفاش؟ هاهي البياسة ديالي اللي فصلت، كنشد النص ديال الظهر، هاهو كنعبرو النص ديال الظهر، وكنشد واحد طرف ديال الأمام ها هو، كنحيد الحاشية بطبيعة الحال. هاد العبار هذا كنعبرو وكنزيد عليه العبار ديال الظهر، داكشي اللي عطاني هو اللي كنحط في هاديك في هداك القب، هو اللي كنحط في هداك القب، هو اللي كنحط هنا. صافي العبار اللي عطاني هو اللي كنحط هنايا، فهمنا؟ بغيتو تعبرو عبرو، هي من الأحسن تعرفو مناش أشنا هو هاد العبار. علاش؟ ممكن انه بغيتي تفصلي قب ديال بنيه صغيره، ما يمكنش غديري لها 26، خصك ضروري كتحطي العبار الاول وكتحطي العبار الثاني، غتحطي الامام وتحطي الخلف. فهمنا البنات؟ هنا غنحط الامام هو الاول، بعدين غنحط الخلف. صافي اش كندير؟ كنهبط بواحد العبار، المهم انا كندير 7 وكنطلع بواحد جوج ولا واحد، وكدي هاد النقطه لعند هادي بحال هكذا. انا هنا عندي قب عادي ماشي عصري، صافي قب عادي وكيجي واعر في الفصاله، كيجي زوين. المهم كنهبط بواحد العبار وكنطلع على داك النقطه، كنعبر كنطلع بواحد ولا واحد ونص، وكندي هادي لعند هادي، وكنبقى شوف هاد البنات كنبقى غدا وكننقص ها حتى تنتقد مع هاد الخط هذا، مفهوم؟ كاين بعض المرات كيشدوا كيقسموا هذا على 3 وكتربطي هنا بواحد. المهم انا ما نكثرش عليكم، خلوا راه كاين درس حاطاه في القناه ديال القباب ديال الانواع ديال القب، ولكن هذا راه مجموع فيه كلشي اسهلهم. كنجي لهاد البلاصه هادي لهاد الخط وكنخرج بثلاثه وكنهبط بها ديريكت صافي. وهنايا راه كندور غير واحد شويه بحال هكذا. صافي غنجي لهنا وغندي هاد النقطه اللي عند هادي بحال هكذا، وهو القب ديالي. كنعاود نزيد نشرح لكم هنا، عرفت الاغلبيه غيقول لك زربت عليه هنايا. عندي هنايا هاد النقطه هادي، هاد النقطه
عبرت 31، عبرت 10، عبرت 14، كنجي لهذه، لهذه النقطة هذه ديال 10 هي مناش كنعبر 26، صافي كنعبرها هكذا لهذا الخط هذا، ها هي ها 27، درت أنا كاع 27، صافي ها 27، ها 27 كنسطرها، كنجي لهنا، كنجي لهنا وكنهبط بسبعة ولا ثمانية، هاد سبعة ولا ثمانية كنطلع عليها بواحد ولا واحد ونص، وكندير ليها بحال هكذا، صافي، وكنبقى غادا، وكنبقى نقص حتى تنخرج عند هاد الخط هذا، ها، هاني دابا خرجت عند هاد الخط، تفهمنا، غنجي لهاد النقطة هادي اللي منها مناش بدينا، وغنخرج بثلاثة سنتيم ولا أربعة، وغنهبط بها بحال هكذا، وغادي تنديها حتى لعند هاد 14 هادي اللي خليت، صافي، وكنجي لهنا. حيت ما يمكنش انا نقبها نقطعو هكذا، غادي ندير ليه غير بحال واحد الدواره غير شويه هي كنميلو، صافي، وكنجي لهاد النقطه هادي كنديها عند 31، هذا جهدي عليكم هاد البنات، ما تلقاوش شي شرحه اخر سهل من هذا، والله العظيم راه عطيتكم القب اسهل الطرق، عطا الله الطرق ديال القب، ولكن هذا كيجي ناجح 100% وكيجي رائع. ها هي زينب راه تمشي فيما مشات تفصل كدور دور دور ونرجع ترجع عندي. صافي البنات شو كيفاش كيجي؟ خصنا اللي كتليق كيجي كبير وزوين، كبير وزوين، كيجي واعر وزوين، كيجي كيجي كبير وزوين، ما كيجي صغير. صافي البنات هذا هو القبيب ديالنا، شو كيفاش كيجي؟ كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي زوين. كما قلت لكم السيده الا كانت ما غاديش تخدم مثلا بحال دابا هي غادير مولات الرنده، غتقطع عليها هذا بحال هكذا، قطع عليها غير الطرف، انا ما نقطعوش ليها غنخليها هي، ما الله اعلم ما عرفناش واش نيت بغات ديرو بالرنده ولا تقدر يدور ليها الخلوط وردو السفيفه. المهم ها هو القب على حقو طريقو، حاولوا البنات هزو برقة وستينو وقيدوا غير العبارات، قيدوا العبارات. حاجه اخرى مثلا كنت باغا ندير قب ديال بنيه صغيره، في بلاصه هاد 31 كديرو 27، بلاصه 10 كديرو 8، بلاصه 14 كديرو مثلا 10، هنا عاوتاني دايره انايا 30 غديروا مثلا 28، غير دائما هنا كيكون صغر من هنا، ردوا البال البنات، هاد البلاصه هادي فيها 30، هادي ديروا فيها 31، هادي ديروا فيها 28، راه حنا الكبار كنديروا 28، غير انايا السيده كتبغي هنا كبير كندير لها 30، اما هو نورمالمون في العادي كنديروا حنا 28، صافي، دائما هاد البلاصه هادي المسدوده كتكون صغر من هاد البلاصه هادي، تفهمنا؟ وصافي هادشي اللي كاين، حاولوا خدموا بالعبارات وصافي، باش ما البنت صغارات باش ما كتقصي لها العبارات ديال القب، وباش ما كان القب كبير كيكون زويون. غير حاجه وحده هنا اللي مهم، هاد البلاصه هادي اللي كتلصق مع الجلابه هادي راه عطيتكم العبار ديالها، كتجيبي النص ديال الدوره ديال الامام والنصف ديال الدوره الخلف، صافي البنات هادشي اللي كاين. كنتمنى كيف العاده يكون الشرح في المستوى، وتحركوا معنا شويه وتبقوا الدروس باش تبقى الاستمراريه. يلا السلام عليكم.